بتقضي ساعات قدام القنوات الإخبارية بتتابع اللي بيحصل في غزة؟ أغلب وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف فيديوهات وصور الخراب والدمار والموت في القطاع وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ بيتقطع قلبك مع كل صور أو مقطع فيديو لأطفال غزة؟ طب بتسأل نفسك كل يوم عن مصيرهم وإزاي هعيشوا؟ خصوصاً اللي فقد أبوه أو أمه، إزاي هيعيشوا في مكان أصبح غير صالح للحياة؟ وخيالك مش قادر يستوعب إن في أطفال فقدوا أسرهم بالكامل وكمان تعرضوا لإصابات هتكمل معاهم باقي حياتهم؟ أيتام غزة، مأساة إنسانية متكاملة وجريمة عمرها ما هتسقط بالتقادم، وهتفضل شاهدة على جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. في تقرير صادر مؤخراً لمنظمة اليونيسف إن في حوالي 17 ألف طفل يتيم على الأقل في غزة، وده ما يوازي 1% من إجمالي عدد النازحين من القطاع. بالتأكيد الأرقام دي مبدئية والحصر غير دقيق، مع استمرار العدوان الإسرائيلي العدد بيزيد كل لحظة، مع الوضع في الاعتبار إن الدمار في غزة بيتوصف إنه غير مسبوق في التاريخ الحديث. المؤلم أكتر إن في آلاف الأطفال مش عارفين فين أبوهم وأمهم، هل هم أحياء ومعتقلون أو مصابون ولا ماتوا ودفنوا في المقابر الجماعية؟ حسب تقرير حديث للمركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في حوالي 3120 فلسطيني وفلسطينية معتقلين أو مختفين قسرياً في سجون الاحتلال، ده بخلاف آلاف آخرين مفقودين محدش عارف مصيرهم، هل هم معتقلون أو ماتوا أو موجودون تحت الأنقاض أو مصابون أو غير قادرين على التواصل. كل التقارير الصحفية بتتكلم عن أوضاع كارثية للأطفال الأيتام في المستشفيات والمخيمات، إنهم بيعانوا من حالات صدمة شديدة، وبيزيد الوضع قسوة في شمال ووسط القطاع. بيواجه أطفال بمفردهم شبح الجوع، لو أكلوا بيكونوا أكلوا عيش مصنوع من علف الحيوانات. وفيديو مؤثر لطفلة والدها استشهد بتتسأل عن إيه اللي ناقصها، ردت بعفوية: كل شيء، اشتقنا للخبز الأبيض. المعتاد في غزة إنك تلاقي طفلة شايلة طفل بترعي لأن أبوها وأمها استشهدوا، وطفل تاني نازل يبيع وسط القصف والدمار علشان يساهم في سد احتياجات أسرته. أطفال كبروا قبل الأوان، شالوا مسؤوليات بيعجز كبار إنهم يشيلوها. الأطفال دول هيفضلوا رمز للحرب على غزة ودليل إدانة لمجتمع دولي معدوم الإنسانية.